السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده مع بعض هنتكلم عن سيكلين جديد خاص بالوير. باذن الله هنبدا مع بعض النهارده، نكمل على الجزء اللي فات اللي هو الجزء الخاص بالفلونت. اتكلمنا بعد الفلونت ازاي بنقدر نرسم الابليفت دايجرام، واتكلمنا ان انا عندي حاجتين، حاجه اسمها توتال ابليفت وحاجه اسمها النت ابليفت. واتكلمنا ان في الفلونت عشان تقدر ترسم الفلونت مظبوطة لازم تحدد البداية والنهاية، وتعرف ان اول خط اللي هو الملاصق للقاعدة ده اسمه الستريم لاين، اول خط ستريم لاين، وان خط القاع الاول ده اول الكوبتنشال لاين، وخط القاع الثاني ده اخر الكوبتنشال لاين، وان المفروض اول ستريم لاين هو الخط بتاع المنشأ، واخر ستريم لاين هو الخط اللي انت بترسم عنه الفلونت. بعد كده اتكلمنا عن رسمة الابليفت دايجرام، وقلت لك القواعد اللي احنا بنرسم على اساسها الابليفت، ازاي بقدر احدد الكسرات هتبقى موجوده فين، وازاي بقدر احدد النقط. قلت لك البدايه والنهايه دول لا مفر منهم. بعد كده ببدا احدد عند كل الكسرات، لو الكسره كانت راسيه انا ما برسمش عليها اي حاجه، لو الكسره كانت مايله بيبقى بدايه ونهايه الميلان زي ما انت شايف كده 3 و4. الشيت بايل قبله وبعده، وقلنا عند الشيت بايل لازم اكتر الاستريم لاين، وللاسف الكوبتنشال لاين، عشان اقدر احدد الدروب اللي هيحصل اللي فوق ده، لان في دروب بيحصل في الطاقه، وطبعا الدروب ده مهم جدا. ليه؟ لان الدروب ده بيقلل لي قيمه الابليفت. تخيل لو الخط ده ماشي مستقيم من الاول للاخر الابليفت كان هيبقى عامل ازاي، بس لما حصل الدروب شوف الابليفت عمل ازاي. ودي اصلا فايده الكسرات اللي احنا بنعملها في الابليفت. زي ما قلت لك ان انا لو انا عندي قاعده منتظمه كده فبيبقى الابليفت بالنسبه لي ما فيهوش اي كسرات، لو احنا شلنا الشيت بايل ده فكان الابليفت هيبقى عامل كده، فده بقى عندي مشكله، لا عندي توتال ابليفت كبير جدا. طبعا الابليفت ده قلت لك اللي هو المفروض بيترسم تحت المنشأ، احنا بس راسمينه فوق المنشأ، فكان هيبقى عندي مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره وغويصه مش هعرف احلها، ان انا عندي ابليفت كبير من تحت لفوق، وكان المفروض ان انا هوازنه بخرسانات من فوق لتحت، وده هيبقى مشكله ان انا اكبر فيه القواعد. فكان بدايتي ان انا مفروض اقول لك ازاي ان اصلا نفرض الابعاد. قبل ما اتكلم عن فرض الابعاد هكلمك الاول عن بقيه الاستابيليتيز، بقيه التليكات، بعد كده هرجع وافرض الابعاد بناء على التليكات اللي انا مفروض هثبتها معاك حالا. هحاول بقدر الامكان الخص الدنيا كلها في اقل من نص ساعه او نص ساعه 40 دقيقه بكتير، بحيث ان الفيديو ما يبقاش طويل عليك، وباذن الله تقدر تسمع الفيديو كله وتبقى مبسوط وانت بتسمع، ما تبقاش متنكد ومتقدر. إيه خلاص احنا خلصنا خلاص رسمة الفلونيت، وعرفنا الفلونيت بنرسمها ازاي، ورسمنا الابليفت كمان، واتكلمنا ازاي نرسم الابليفت بالتفصيل. هنكمل على بقية التشيكات. اول تشيك اتكلمنا عليه كان حاجة اسمها السي بي جي لوسز وحسبناها اللي هي كيو، بعد كده تشيك الابليفت وحسبناه، تالت تشيك اسمه الاكزايت جريدينت. عشان اقدر الاكزايت جريدينت يا جماعه ببسطه جدا، هو ميل بيسموه ميل المخرج، ده التعريف بتاعه اللي هو بالترجمه يعني. يعني ايه ميل المخرج؟ من الاخر من الاخر كده يا باشمهندسين، انا عندي مشكله في الجزء اللي بعد المنشأ على طول ده. الجزء ده لا اما بيحصل لي فيه حاجه اسمها بايبنج فوران للتربه، لا اما بيحصل لي فيه حاجه اسمها هيفنج خروج جزء من التربه خلف المنشأ نتيجه وجود فرق في الضغط امام وخلف المنشأ. طيب ايه المشكله في فوران التربه؟ بيقول لك فوران التربه دي ان التربه هنا بتبقى تقريبا الميه بتخرج، تحس ان في ماسوره تحت التربه تحت المنشا. طيب ايه المشكله لما يبقى في ماسوره تحت المنشا؟ تخيل منشا انت مفروض حطه على تربه، فجاه التربه اتشالت وبقى ميه، فالمنشا حصل له انهيار، انهيار بنسميه انهيار بايبنج، فلازم ادرس البايبنج ده. ويعني ايه هيفنج؟ يعني انت عندك هنا تربه، التربه دي متماسكه، فالميه جايه تخرج مش عارفه تخرج، فخدت جزء من التربه وطلعت بيها مره واحده كانها فوران، خدت التربه وجرت بيها، فبقى الجزء ده ما عادش فيه تربه اصلا. هل في حلول للحاجات دي؟ هنتكلم على الحلول، بس نتكلم على الاول على اللي اسمه ده، هنتكلم الاول على اللي هو الاستابيليتي الاول. فبيقول لك ايه هو سبب دراسه الاكزايد جريدينت؟ بيقول لك ببساطه جدا، انا عندي مشاكل خلف المنشا نتيجه وجود سريان للميه بسرعه عاليه جدا، انا عايز احل المشاكل دي. طيب احلها ازاي؟ احلها ان انا ادرس الجزئين دول. خد بالك البايبنج والهيفنج الاثنين ما بيحصلوش سوا، لا يحصل لي بايبنج يا يحصل لي هيفنج، انما الاثنين مش هيحصلوا سوا. فالاول تعالى نتكلم على البايبنج. انا افترض ان التربه اللي عندي تربه رمليه مثلا، طبعا البايبنج واضح جدا اللي هو من فوران التربه ان التربه مش متماسكه، فيحصل التربه الرمليه واضح جدا. فانا عايز اقول لك ايه،
انا بقول لك ادرس لي الاكزايد جريدينت. فوالله يا باشمهندس عشان تدرس الاكزايد جريدينت احنا بندرس على الحته دي بس. طيب ايه اللي انت رسمه ده يا باشمهندس؟ هنتكلم عليه كمان دقيقتين. طيب انا هدرس على ده ازاي؟ بقول لك والله الاي اكزيت اللي هو ميل المخرج ده بيساوي الدلتا اتش على الدلتا ال. الدلتا اتش يا باشمهندس انت حاسبها السكشن اللي فات كانت بتساوي اتش ماكسيمم على الان دروب. طيب الدلتا ال بالنسبه لي لو هي هنا زي ما انت شايف كده انت هتقول لي اللي هي اللي هو الطول بتاع الفرشه الاخير. طيب يا باشمهندس لو انا قلت لك ان في عندي خط مرسوم كده خط الكومبتنشال لاين، يبقى تعريف عشان انت بتكتب ورايا، تعريف الدلتا ال هو الطول من الفرشه ما بين الخط الافقي اللي هو اخر خط في الكومبتنشال لاين والخط الذي يليه. تاني هو الطول من الفرشه ما بين اخر خط في الكومبتنشال لاين اللي هو الخط بتاع الفرشه اللي هو البيد وما بين الخط الذي يليه الخط ده. ده بالنسبه لي الدلتا ال. يعني يا باشمهندس ببساطه الدلتا ال هي دي. طيب لو انا قلت لك الفرشه بتاعي عامله كده وانت راسم ده خط نفس الخط ده، يبقى الدلتا ال نفس الدلتا ال. يعني من الاخر في البايبنج الدلتا ال اللي بتعوض بيها هي الطول ما بين اخر ستريب اخر الكوبتنشال لاين والخط الذي يليه. طب يا باشمهندس لو كان اخر خط هنا يبقى هو الطول ده كله. تمام، اتمنى تكون وصلت. تمام، طيب انت بتقول الدلتا اتش على الدلتا ال يا هندسه. طيب ما الدلتا اتش عندي، الدلتا ال بقى ما انت حسبتها منين؟ من السكيل. انت راسم الرسمه دي وانا قايل لك ان احنا بنرسم الرسومات دي بسكيل مناسب، فانت حسبت لو انت راسم بواحد ل 200 يبقى هتضرب في 2، لو انت راسم بواحد ل 400 هتضرب في 4، لو انت واحد 100 يبقى مش هتضرب في حاجه، بس لازم تتاكد ان الوحدات هنا هي نفسها الوحدات هنا. طيب انا حسبت الاي اكزيت اللي هو ده بقى. طيب دلوقتي ده الاكزايت جريدينت يعني البايبنج اللي مؤثر على المنشا، يبقى المفروض هيبقى عندي اللوبل، الالوبل اللي هو الاي كريتيكال. بروح احسب حاجه اسمها الاي كريتيكال اللي هو المسموح بيه. الاي كريتيكال بتساوي الجاما سبمرجد على الجاما ووتر او الجي اس ناقص الواحد على واحد زائد الاي. جي اس والاي دي خاصيه من خصائص التربه دي، طبعا بتبقى جيفن. او جاما سبمرجد على جاما ووتر، الجاما سبمرجد بيساوي جاما ساتوريتد ناقص الجاما ووتر. طب يا هندسه، طيب ما التربه دي غالبا بيبقى الجاما ساتوريتد بتاعها من 1 ل 8 ل 2 ل 2 زي ما انت شايف هنا. يبقى ببساطه اقدر اقول ان الجاما ساتوريتد لو هو مش مديهالي بتساوي 2. طيب ما 2 ناقص 1 يبقى ب1، طيب ما الجاما ووتر ب1، عشان كده بقول لك الاي كريتيكال غالبا بتساوي 1. يبقى انا حسبت الاي اكزيت وحسبت الاي كريتيكال. الفاكتور اوف سيفتي يا باشمهندسين عباره عن ايه؟ والله يا باشمهندس الفاكتور اوف سيفتي ببساطه جدا هو الاي كريتيكال على الاي اكزيت اللي هو الاولبل على المؤثر. لو المعامل ده طلع اكبر من 5 فانا سيف، لو طلع اقل من 5 يبقى انا مش سيف. يبقى انا دايما الفاكتور اوف سيفتي الاي كريتيكال على الاي اكزيت اكبر من او يساوي 5. طب يا باشمهندس ده كان في رسمه هنا وانت قلت لي انك هتشرحها كمان دقيقتين. الرسمه دي يا باشمهندسين اسمها الاي اكزيت او الاكزيت دايجرام، وكذلك الاكزاي جريدنت دايجرام، وكذلك الفاكتور اوف سيفتي دايجرام. يعني ايه؟ والله يا باشمهندس انا باجي هنا وبرسم خط افقي كده محور افقي بسميه اكس، وعند نهايه فرشه المنشا بقوم مطلع خط راسي واسميه واي. طيب تمام، كويس جدا يا باشمهندس، تمام انا متفق معاك. طيب انا هعمل ايه؟ تعال الاول نرسم الاكزاي جريدنت دايجرام. انت اول رقم اللي هو اول قيمه هتعلق بيها دي، والله يا باشمهندس انت لسه حاسبها، اللي هي بتساوي الدلتا اتش على الدلتا ال، وانت قلت لي ان الدلتا ال هي المسافه بين اخر خط كوبتنشال لاين والخط الذي يليه، والدلتا ال هنا معروفه ان هي بتاع القعده، فانا رسمت اول واحده خلاص. طيب يا باشمهندس اللي هو رقم 2 اللي هي النقطه دي، انا هطلع ارسم عند النقطه دي اللي هي الخط ده، واطلع ارسم عند النقطه دي اللي هو الخط ده، واطلع ارسم عند النقطه دي اللي هو الخط ده. طيب يا باشمهندس ارسمها ازاي؟ والله يا هندسه ده الدلتا اتش دي ثابته، لان ببساطه الدروب ما بين الخطين دول ثابت، ده دروب في الطاقه فدلتا اتش. اللي حصل ان انا زودت الدلتا ال. طيب احسبها ازاي؟ بتيجي هنا وبالمسطره كده تقيس الخط ده، هو طبعا خط واخد دايره كده بس انت بترسمه افق عادي، اللي هو بترسمه على بتاخده على المايل كده وتحسبه طوله يعني. فانا حسبت طوله ثانيه واحده، فانا حسبت طوله يا باشمهندسي، حسبت الطول اللي هو الدلتا ال 2. والله يا باشمهندس طيب ما انا هروح هنا الاي اكزيت واحط الدلتا ال، يبقى انا جبت رقم 2 ومعوض بيها هنا وهنا وهنا.
واقوم راسم الخط ما بينهم. اللي انا رسمته ده اسمه الاكسايت جريدينت دايجرام. ببساطه جدا يا باشمهندسين، ببساطه جدا، الاكسايت جريدينت دايجرام هو علاقه ما بين الاي اكزيت على المحور الراسي وما بين الاطوال اللي هي ما بين اللي هي الاستريم لاين على المحور الافقي. فانا باجي عند كل ستريم لاين وابدا اقيس الدلتا ال بتاعه واقسم الدلتا اتش على الدلتا ال وارسم العلاقه، ويبقى ده الاكسايت جريدينت دايجرام. طيب الفاكتور اوف سيفتي دايجرام هو علاقه ما بين الفاكتور اوف سيفتي دايجرام على المحور الراسي، طبعا بيبقى المعاملات مختلفه، فانا هضطر ارسم هنا كمان محور ويبقى ده بالنسبه لي الواي، ويبقى الفاكتور اوف سيفتي دايجرام علاقه ما بين الفاكتور اوف سيفتي على المحور الراسي ده وما بين نفس الكلام اللي هو الخطوط بتاع الاستريم لاين على المحور الافقي. بس الفكره ان الفاكتور اوف سيفتي بيساوي الاي اكزيت الاي كريتيكال على الاي اكزيت. فانا عندي نقطه هنا نبدا نرسم بقى براحتنا، طبعا هيبقى عند اخر خط ستريم لاين يا باشمهندسين، يعني اللي انا رسمه ده عشان تبقوا فاهمين، بس الافضل ان انا ارسمه عند اخر ستريم لاين. هاجي عند اخر ستريم لاين هنا واقوم مطلع خطه افقي كده واسميه واي، واقوم رايح عند النقطه رقم واحد. الفاكتور اوف سيفتي بيساوي اي كريتيكال على اي اكزيت، طبعا دي اكبر اي اكزيت فيطلع لك اقل اي كريتيكال. ده مثلا كان قيمته بتساوي 5 10 15، فاجي عند الخمسه واقوم راسم النقطه دي. بعد كده عند النقطه الثانيه واقوم قايل له اي كريتيكال على اي اكزيت، الاي كريتيكال ثابته والاي اكزيت هي اللي اتغيرت، واقوم رايح راسم النقطه رقم 2 اللي هي النقطه دي، واجي عند ثالث واحد واقوم راسم الخط ده، واجي عند رقم 4 واقوم راسم الخط ده واوصل بينهم. يبقى انا ببساطه كده رسمت العلاقه ما بين الفاكتور اللي هو الاي اكزيت دايجرام اللي هو الاكزيت جريدينت دايجرام والفاكتور اوف سيفتي دايجرام الاثنين على نفس الشكل. ليه؟ انا من الاخر كده بقول لك ان السيف بالنسبه لي اكبر من خمسه، فلو انا قلت لك ادي الخمسه حد الخمسه اهو كله اكبر من الخمسه يبقى انا سيف، ده الفاكتور اوف سيفتي. طب لو انا رسمته هنا الخمسه طبعا في جزء اقل من الخمسه يبقى انا ان سيف. ببساطه جدا ده الاكزيت جريدينت دايجرام. لو حد عنده مشكله يعرفني. يبقى الاكزيت جريدينت دايجرام هو علاقه ما بين الاي اكزيت على المحور الراسي وما بين الستريم لاين على المحور الافقي، والفاكتور اوف سيفتي دايجرام علاقه بين الفاكتور اوف سيفتي على المحور الراسي والستريم لاين على المحور الافقي. باجي عند كل نقطه في نهايه الستريم كده وابدا ادرس الاكزيت جريدينت دايجرام. احاول اوريها لكم عشان الناس اللي ما بتاخدش بالها من الكلام ده اهي. انا عايز بس اشوف ده اللي هو كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت، ده التوتال ابليفت والنت ابليفت، ده اللي هو الجزء اللي بتكلم فيه يا باشمهندسين. هاجي عند اهو شفت، خدت بالكم اللي هي العلاقه ما بين اخر خط والخط الذي يليه، ماليش علاقه. لو الخط الذي يليه ده هنا يبقى الدلتا ال هي بالنسبه لي طول الابرون هنا. طيب لو ما كانش هنا لا، يبقى انا هدرس العلاقه بين الخط ده والخط الذي يليه. ادي اول دلتا ال، ثاني دلتا ال، ثالث دلتا ال، رابع دلتا ال، بروح اجيب الدلتا اتش على الدلتا ال وارسم اللي هو الخطوط دي. يبقى انا كده رسمت الحاجه اسمها الاكزايت جريدينت دايجرام. الفاكتور اوف سيفتي العكس، اي كريتيكال وتقسمه على ده يطلع لك كبير جدا لان ده صغير، وهكذا هنا وهنا وتوصل ما بينهم، فيطلع لك عندك حد الاي كريتيكال اللي هو الخمسه، لو كلهم فوق الخمسه يبقى سيف، لو في حاجه تحت الخمسه يبقى ان سيف. ببساطه جدا ده كده انا خلصت الاكزايت جريدينت دايجرام. نتكلم بعد كده على حاجه اسمها البايبنج. والله يا باشمهندس البايبنج عباره عن ايه؟ ده كده الاصل قصدي الهيفنج. الهيفنج يا هندسه. والله يا باشمهندسين الهيفنج تعالى برضو نشوفه في البتاع عشان تبقوا فاهمين، بس انا عايز اوضحه لكم. ده الاكزاكت جريدينت، ده البايبنج. ماشي، هو مش شرح هنا الهيفنج، فانا هشرحه لكم على السكشن. والله يا باشمهندسين انا الهيفنج ده زي ما قلت لك خروج كتله من التربه في مؤخره المنشا، بمعنى ان انا هاجي هنا واخد شريحه. الشريحه مقدارها ايه؟ ركز معايا، مقدارها اس وعرضها اس على الاثنين. الاس دي بتمثل لي نهايه المنشا. يعني ايه يا باشمهندسين؟ يعني لو انا عندي المنشا نهايته عامله كده، فدي بالنسبة لي هاخد شريحة مقدارها كده، ادي اس وادي اس على الاتنين. طب يا باشمهندسين لو المنشأ نهايته كده يبقى بص هاخد شريحة مقدارها اس واس على الاتنين. يعني ايه؟ يعني انا بشوف البعد اللي في نهاية المنشأ واخد عرضه على الاتنين، ويبقى هي دي الشريحة اللي المفروض هدرس عليه. طب تمام يا باشمهندس، يبقى انا عرفت هاخد شريحة ارتفاعها اتس او تي وعرضها تي على الاثنين اهي زي ما انت شايف اهو، ادي التي وادي التي على الاثنين، يبقى المنشا بتاعي اهو. يبقى انا هاخد الشريحه عامله ازاي؟ اهي دي الشريحه اللي هاخدها. هنا
اخد اس واس على الاثنين زي ما قلت لك. لو انت عندك الجزء ده كده، اسف، لو ده مرسوم كده يبقى نفس الكلام، يبقى الشريحه مقدارها تي وعرضها تي على الاثنين. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه اللي انا عايز ادرسه يا باشمهندس؟ انا عايز ادرس ان انا لما يكون عندي جزء من الابليفت جاي من تحت لفوق المنشأ، ان وزن الجزء ده من التربه هيسيفه. تاني تاني، انا عايز ادرس لما يبقى عندي ابليفت جاي من تحت المنشأ، ان وزن الجزء ده من التربه هيسيفه. يبقى انا عندي ايه يا باشمهندس هنا؟ انا عندي الشريحه اللي انا واخدها اهي. والله يا باشمهندس ببساطه جدا، انا هيبقى عندي هنا قوه للابليفت وقيمه هنا للابليفت، وهدرس وهجيب قيمه الابليفت اللي هو اليو. اليو بتساوي ايه يا جماعه؟ ده زائد ده على الاثنين. بس كده، بس كده، اه بس كده. يبقى الاتش ايه والاتش بي، يبقى اليو بتساوي اتش ايه زائد الاتش بي على الاثنين. هنفترض ان هو منتظم زي ما انت شايفه كده. طيب يا باشمهندس انت بتقول لي لو انا في الرسمه دي الابليفت بتاعها هيساوي قيمته، هتساوي الدلتا اتش. طيب الحته دي والله يا باشمهندس دي تقديريه، يعني في واحد يقول لك تلتين دلتا اتش، واحد يقول لك لا ده تلات ارباع. تقديريه زي ما انا كنت كاتب، بقول تلات ارباع دلتا اتش، دي تقديريه. طيب لو انا قلت لك رسمه غير دي، انا عايز بس افهمك الموضوع مش ثابت. لو انا قلت لك انا عندي اهو دي كانت كده اهي، وعندي هنا خط ابليفت وخط هنا كمان للابليفت وخط هنا كمان للابليفت، عامل كده. طيب ما انت هتاخد الشريحه، هتاخد الشريحه بدايتها فين اهي؟ يبقى انت عندك ايه؟ عندك هنا يو وعندك هنا يو. طيب هنا هنا يو بتساوي يا باشمهندس ادي واحد ادي اتنين، يبقى هنا اتنين دلتا اتش. طيب ودي ركز كده والله يا باشمهندس، دي واحد تلاتة واحد وتلتين، يعني واحد وستة من عشرة دلتا اتش. يبقى اليو هتبقى ده زائد ده على الاتنين. طيب الفاكتور اوف سيفتي بالنسبة لك يا هندسة بيبقى عبارة عن ايه؟ الفاكتور اوف سيفتي ده مهم جدا، بيساوي الاي كريتيكال في الاس على اليو. بس كده، اه بس كده. طب يا باشمهندس انت المفروض الاس ده طول واليو ده مساحه، كله في الاي كريتيكال يا باشمهندس. الاي كريتيكال هي اللي بتلخص لك القانون ده كله. لو انت خدت جاما سبمرجد على الجاما ووتر، تمام، الاي كريتيكال اللي هي بتساوي ايه؟ جاما سبمرجد على الجاما ووتر، صح؟ فالاي كريتيكال بالنسبه لك هي اللي فيها الشغل كله. المفروض ان ده ليه اثبات، بس انا مش هدخل في الاثبات، مش هدخل في تفاصيله. انا عايزك بس تحفظ القانون لو الدكتوره ادته، الدكتوره ما تدهوش على غالبا، بس لو الدكتوره ادته يبقى الفاكتور اوف سيفتي هيساوي الاي كريتيكال في الاس على اليو. هتقسم الاس على اليو وتضربها في الاي كريتيكال، يبقى ده الفاكتور اوف سيفتي بالنسبه لك لازم يكون اكبر من اربعه. تمام؟ طيب الدكتوره ما ادتهوش، انت مش ملزم بيه. يبقى انا كده خلصت معاك جزء الابليفت، خلصت معاك يبقى انا خلصت معاك جزء الابليفت، خلصت معاك الاكزايد جريدينت سواء كان بايبنج او هيفنج. نبدا في الجزء اللي بعديه، المفروض اللي هو هنسميه البركوليشن لينس. لا انا هاجل ده شويه، هديله سكشن لوحده مع الابليفت ببلاي. انا هتكلم في دول، في السكارنج وفي السيكنس وفي الاستابيليتي. السكارنج لينس والسيكنس لينس والاستابيليتي. طب تعال نشوف السكارنج عباره عن ايه والسيكنس عباره عن ايه. والله يا هندسه السكارنج لينس ببساطه جدا، ببساطه جدا هو الطول اللي بنسميه داون ستريم ابرون، اللي هو بعد الفرشه، بعد الفرشه اهو، بعد الجسم الهضار اهو. فانت بترسم مفروض طول، ده مفروض يسيف لك حاجه اسمها السكارنج. طيب ده حاجه من اربعه، وهتشوف الدكتوره مديها لك ايه وهتشتغل عليه. يعني الدكتوره ممكن تديك واحد تشتغل عليه، اتنين تشتغل عليه. هو الفكره ان الليل سكارنج طبقا للكود هو حاله من الحالتين دول. الكود ال اس بيساوي 6 من 10 سي بلاي جذر اتش ماكسيمم، او 65 من 100 سي بلاي جذر كيو في الاتش ماكسيمم، وكيو بتساوي كيو على بي، الكيو اللي هو التسرب بيبقى جيفن، وبي اللي هو عرض الهضار اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو بيساوي عرض المجرى المائي ناقص واحد. دول قوانين الكود. طيب الدكتوره ما بتحبش القوانين دي، بتقول لك ان القوانين دي قوانين امبريكال ممكن ما تكونش صح. طيب بنعمل ايه؟ غالبا انت عندك الهيدروك جامب هتحصل ازاي؟ انت عندك ادي جسم الهضار اهو، وادي الفرشه اللي هو السكارنج، فانت عندك هنا هيبقى ايه؟
المفروض هيبقى فيه بدايه للهيدروليك جامب، المفروض فيه تول كيرف كده، مش هناخده في الاعتبار الكيرف ده. هيبقى عندك هيدروليك جامب ويبقى عندك بعد كده الميه بتثبت. فانا المفروض عندي هنا طول، فانا زي ما قلت لك المفروض ان السكورنج ده هو ده الطول اللي انت بتحسبه. هو يعني ايه اصلا يا باشمهندس سكورنج لينس؟ بيقول لك يا باشمهندس ان السرعه لما بتبقى الهضار، لما الميه بتيجي من هنا لهنا بتبقى جايه بهيدروليك جامب، لانها بتنزل تحت الواي كريتيكال، فبيبقى عندي سوبر كريتيكال فلو ويبقى عندي هنا سب كريتيكال فلو. فالمشكله ان الهيدروليك جامب دي لو حصلت بعد الفرشه الخرسانيه فهي هتاكل في التراب، هتاكل فيه. طيب انا بعمل ايه عشان الفرشه دي ما تتاكلش، عشان التراب ده ما يتاكلش او التربه دي ما تتاكلش؟ فانا بطول الفرشه الخرسانيه للطول اللي بيسمح ان الهيدروليك جامب تعمل يعني تتكون على الفرشه دي. طيب زي ما قلت لك يبقى انا هحسب ال سكورنج من القوانين دول، دول قوانين الكود الدكتوره قالت لكم تمام، ما قالت لهمش هنلجا للقوانين بتاع الدكتوره. قوانين الدكتوره حاجتين، هي بتقول لك ايه ببساطه؟ بتقول لك ان انا عندي هيدروليك جامب هتتكون. فانا هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي هنا حاجه اسمها واي 2 اقدر اوصل لها. الواي 2 دي يا باشمهندسين جايه منين؟ والله هندسه دي سهله، انا اشوف حاله التحميل حاله التشغيل اللي عندي اللي هي الماكسيمم واجيب الواي 2 بتاعها. يبقى انا اشوف حاله التشغيل الماكسيمم، يعني انا عندي هاي ووتر ليفل واي ووتر ليفل طلع كبير منهم، فانا هجيب الواي 2 بتاعها ومطلوب ان انا اجيب واي 1 بتاعها. طب لو انا جبت واي 1 عملت ايه؟ ما انا لو جبت واي 1 يبقى انا اقدر احسب حاجه اسمها الاتش جامب اللي هي واي 2 ناقص الواي 1. ال جامب من 5 ل 8 اتش جامب. طيب ما ال جامب دي يا باشمهندس هي دي ال سكورنج. انا افترض ان الهيدروليك جامب بتحصل من الاول للاخر. يبقى ببساطه يبقى انت محتاج علاقه تجيب الواي 1 والواي 2 من بعض. فاجيبهم ازاي؟ هتلاقي العلاقه دي ان الواي 1 على واي 2 بتساوي نص جذر 1 زائد 8 فرويد 2 تربيع ناقص الواحد. انا مديك الكيو ومديك الاريا، الاريا بالنسبه لك هتساوي ايه؟ هتساوي البي في الواي، ببساطه جدا بي في الواي 2. يبقى انا كده جبت ايه؟ وعندك الواي الفرويد نمبر دي واي 2، لان القطاع بص يا باشمهندسين بيفترض ان القطاع مستطيل، فالواي اتش هتساوي واي 2، والجي جيفن الفي بتساوي كيو على الاريا، الاريا اللي هي بتساوي البي في الواي 2. يبقى انا جبت كمان الفي، يبقى انا عندي فرويد نمبر، عندي فرويد نمبر وعندي واي 2 اقدر احسب واي 1. حسبت واي 1 يبقى انا معايا واي 1 واي 2، طرحت الاثنين من بعض جبت حاجه اسمها الاتش جامب. جبت الاتش جامب اقدر اجيب ال جامب ال جامب هتساوي من 6 ل 8 من الاتش جامب. تمام، يبقى انا كده وصلت ل ال اتش اللي انا عايز احسبها. دي اول طريقه، الطريقه العاديه جدا اللي هي طريقه الهيدروليك جامب. طيب الطريقه الثانيه اللي الدكتوره بتحبها وبتحب نفرضها هي الطريقه اللي هي بتاع السكارنج لينس بيساوي ال اس بتساوي السي سي جذر الاتش اس. السي سي هتلاقيها معامل في بلاي، هي 6 من 10 السي بلاي يا باشمهندس، ده نفس القانون اللي انت قلته لي من شويه، هي 6 من 10 من السي بلاي اللي هي سي اس. مظبوط، على فكره المفروض ان القانون ده مستنتج من القانون ده، بس هي الدكتوره قالت لك لا انا عايز اعوض بحاجه اسمها اتش اس. ايه هي الاتش اس يا باشمهندسين؟ بقول لك ببساطه جدا الاتش اس بتساوي الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم، ركز معايا، الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم، ادي كده هاي ووتر ليفل في الاب ستريم ارتفاعه كام من القاع لحد الميه، ناقص البيزن ليفل. يعني ايه البيزن ليفل في المساله دي؟ هو ده البيزن ليفل. بس خد بالك عشان دي بقى دايما بتلخبطكم، لو كان شكل القاعده عامل كده فده البيزن ليفل، الواي 2 اهي ده البيزن ليفل يا باشمهندسين، مش ده. حتى لو هنا كان البيد ده البيزن ليفل، لان انا عايز الهيدروليك جامب تتكون جوه المنشأ، مش عايزها تتكون بره. لو انا قلت ان هي هنا يبقى انا اتكونت بره، انا عايزها تتكون جوه، فيبقى ده البيزن ليفل. يبقى تاخد بالك ان الشكل بتاعك لو كان عامل كده يبقى البيزن ليفل هو الجزء ده، يبقى المنسوب ده، يبقى هتقول لي منسوب الهاي ووتر ليفل ناقص منسوب البيزن ليفل ناقص الواي كريتيكال. الواي كريتيكال اللي انا احسبها ازاي؟ بدلاله كيو على البي، ركز معايا. والله يا باشمهندس ده كيو ليها قانون يا عم، فكك اللي هو سي دي، المفروض سي دي تلتين السي دي بي
بي دي يا جماعه اللي هي بتساوي عرض المجرى المائي ناقص نص ونص، اللي هي البي اللي هي اللي هتدار اصلا المفروض شكله بيبقى عامل كده. وان شاء الله السكشن الجاي هجيب لكم اشكال الهدارات، انا عايز بس اللي هو الهدار بيبقى شكله عامل كده. ده الجزء الفعال، ده اللي بنسميه البي اللي هو الدكتوره مسميها ال، ده بنسميه البي اللي هو العرض الفعال للهدار. فيبقى ده هنا ال ال دي اللي هي البي، جذر 2 جي اتش استطاع الاثنين، انت معاك الاتش ومعاك كل ده تقدر تحسب التصرف. لا يا باشمهندس، الكيو كده كده بتبقى جيفن من الاخر بعرفك. فانت هتقسم لي الكيو على البي، البي ده اللي هو ايه؟ عرض المجرى المائي. روح له. لا لا اللي هو البي ده اللي هو عرض المجرى المائي، تمام؟ معلش انا اسف، بس اللي هو ده عرض المجرى المائي. يبقى كيو على كيو على بي يديني ايه؟ يديني التصرف. طيب ما انا اقدر اجيب الواي كريتيكال، جذر التكعيب للكيو تربيع على جي، يبقى انا كده حسبت كيو الواي كريتيكال. الواي كريتيكال هتدخل هنا تقول لي الهاي ووتر ليفل ده المنسوب ناقص البيزل ليفل ناقص الواي كريتيكال، يبقى انت جبت الاتش اس. تدخل هنا تجيب ال سكورنج تطلع زي ما تطلع. يعني في المسألة بتاعتنا الـ سكورنج طلعت كام؟ اللي أنا هشرحها لكم إن شاء الله بالتفصيل، طلعت 17 متر. تمام؟ لو أنت جبت الواي واحد ناقص واي اتنين وطلعت أقل منها، يبقى خلاص، يبقى أنت يعني أنت لو جبت واي واحد واي اتنين وقلت 4 ونص ناقص كذا يطلع لك 4 وواحد. 4 وواحد في 5 يعني 20. مفروض فعليا لو الدكتورة كانت مدياك القانون ده فيبقى هتاخد ال 20 مش هتاخد ال 17. مع إن يا باشمهندس هتقول لي إزاي ده دي؟ لا يا حبيبي، أنا بتكلم على اللي هيحصل فعليا، انا خايف السكورنج ودي الهيدروك جامب الفعليه. انما لو الدكتوره كانت مش مديه لكم القانون اللي تحت ده، وغالبا الدكتوره ما بتديهوش، هي بتدي القانون اللي فوق ده مع القانونين التانيين، ايا كان الدكتوره بتعمل ايه، يبقى احنا هنشتغل مع جزء اللي هو الدكتوره عايزاه. هنا لو ده 16 وده 20 يبقى اخد ال 20 لو انا شغال بيها، لو ده 16 وده 20 ودول 25 يبقى انا هاخد ال 25، انا هاخد في الاخر الكبير، انا باخد الكبير لانه ده اللي بيسيف لي السكورنج. تمام؟ أتمنى يكون الموضوع واضح وسهل، وأتمنى ما يكونش فيه أي تعقيدات. آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة، مش آخر حاجة، الحاجة اللي قبل الأخيرة أو قبل الأخيرة، أنا هتكلم على حاجتين كمان. أتكلم الأول على حاجة اسمها تشيك ثيكنس. يعني إيه تشيك ثيكنس؟ يعني أنت يا باشمهندس مفروض الأبعاد دي هتفرض أي بعد وتصمم عليه؟ لا. أنا مفروض إن أنا عندي هنا في مشكلة في الجزء اللي القطاع اللي انا واخده ده، لا ده القطاع اللي بيسموه جاست داون ستريم الوير بودي. ليه؟ لان هنا بيظهر لي حاجه اسمها النت ابليفت، بيظهر لي حاجه اسمها النت ابليفت اللي هو اللون الاحمر ده. طيب يا باشمهندس ايه المشكله في النت ابليفت؟ ركز معايا. والله يا باشمهندس الجزء ده جميل، يعني الجزء ده حلو قوي. ليه؟ انا عندي ميه بتقاوم وعندي كمان هدار بيقاوم. هنا عندي هدار بيقاوم بس مفيش ميه بتقاوم، لكن هنا عندي فيها هدار بيقاوم بس مفيش اي ميه. فهنا السمك بالنسبه لك بقى في خطر. السمك بالنسبه لك ليه بقى في خطر؟ لان عندي ابليفت كبير جدا بيأثر عليه. انا ما اعرفش هل السمك اللي انا فرضه ده هيبقى سيف ولا ان سيف. فيعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك يبقى انا لازم اعمل حاجه اسمها تشيك على الثيكنس. طب يا باشمهندس اللي تشيك ثيكنس ده بعمله ازاي؟ بيجي ياخد شريحه كده راسيه، اهو الشريحه الراسيه دي شريحه مقدارها متر في متر. فانا هاخد شريحه راسيه واقول لك ايه؟ ادرس لي الاتزان بتاع الشريحه دي. فوالله يا باشمهندس انا عندي ايه؟ انا عندي ابليفت من تحت لفوق وعندي اتزان من فوق لتحت. ايه الاتزان من فوق لتحت؟ الاتش ووتر دي والتي. فيقول لك الجاما ام في التي في واحد في واحد زائد الجاما ووتر في الاتش ووتر في واحد في واحد، ده كده الاتزان اللي هو اللي جاي لك من فوق لتحت. طيب اللي جاي لك من تحت لفوق اللي هي الابليفت، اتش في جاما ووتر، انهي اتش يا هندسه؟ والله يا باشمهندس الاتش ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات يا راجل. اه ما هو الابليفت جاي من تحت لفوق، عباره عن التي والاتش ووتر في الاتش نت مضروب في الجاما ووتر. طيب ما تبسط المساله بتاعك كده ووحد واضرب الجاما ووتر خليها بواحد وشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، وخلي التي مع التي. لما تعمل ده هتلاقي ان التي في الاخر بتساوي اتش نت على الجاما ام ناقص الواحد. الجاما ام دي جاما للماتيريال، جاما ماتيريال
طب يا هندسه انت كده دي التي اللي هي تسيف لي بالظبط، انا عايز اخد معامل امان، فيقول لك ان الثيكنس هيساوي 1.3 اتش نت على الجاما ام ناقص الواحد، يبقى الريكوايرد تي، يبقى التي اللي يسيف لك الدنيا ويخلي الدنيا تمام مقداره، بس السمك اللي انت محتاجه هنا يا باشمهندس هو التي ده، ده اللي انت محتاجه هنا. لو انت قلت ان انا هفرض تي اقل منه يبقى انت كده انصيف، يبقى لازم تفرض تي اكبر منه عشان تسيفه، انما اقل منه يبقى انت انصيف. تمام؟ يبقى التليك سيكنس ببساطه جدا هتقول له التي بتساوي 1.3 اتش نت على جاما ام ناقص الواحد. طيب الاتش نت دي لو حاله تشغيل زي اللي عندك دي يبقى هي الجزء اللي فوق الميه، متفقين؟ طيب لو كانت جايه لي من حاله صيانه هندسه هتبقى عامله ازاي؟ ركز كده معايا، لو حاله صيانه، والله يا باشمهندس لو حاله صيانه يبقى الاتش نت هتبقى فين؟ هي الجزء اللي فوق ده كله. يعني انت راسم الابليفت اهو، تعالى اما نشوف الابليفت اللي انا كنت راسمه ونطبق عليه. الرسمه ايه؟ دي كده حاله تشغيل، دي حاله صيانه. والله يا هندسه في الحاله دي يبقى الاتش نت هي الجزء اللي فوق ده. هيقيسه ازاي؟ ما انت راسم بسكيل، هترسمه وتجيبه من السكيل وتعوض بيه. طب يا باشمهندس هو في مشكله في حالات خاصه؟ اه، لو انا قلت لك الشكل عامل كده، طيب ما انت عندك هنا ايه المشكله؟ المشكله ان هيبقى عندك اهو ده جسم البادي، بقى عندك الاتش نت يا هندسه اهو، ده كده الاتش نت وده القاع. يعني يا باشمهندس ببساطه انت الاتش اللي انت جايبها هتزود عليها الجزء ده من البيزن، لازم ما تنساش تزود عليها الجزء ده من البيزن. طيب لو انا قلت لك ده كده مفيش ميه، طب لو قلت لك هنا في ميه؟ لا يا هندسه، لو قلت لك في ميه يبقى هو الجزء اللي فوق. يبقى ببساطه انا بتعامل مع الاتش نت الجزء اللي فوق الميه، فلو لقيت هنا ميه هتعامل مع الجزء اللي فوق، ما لقيتش هنا ميه هتعامل مع الحته دي كلها وازود عليه الاتش اللي هو البيزن ده اللي هو الستيلنج بيزن ده. تمام؟ ده كده ببساطه جدا السكورنج. يبقى انا كده اتكلمت معاك النهارده في الاكزويد جريدينت، اتكلمت معاك في البايبنج هيفنج، واتكلمت معاك عن السكارنج، واتكلمت معاك عن اللي هو الثيكنس وتليك الثيكنس. اخر حاجه هتكلم فيها النهارده قبل ما اتكلم في فرضيه الابعاد اللي هي تليك ستابيليتي. التليك ستابيليتي حاجه بسيطه جدا وانا مش هتكلم في تفاصيلها بصراحه يعني عشان ما تبقوش فاهمين. انا باخد الجزء العلوي ده واتعامل معاه كانه يا باشمهندسين كانه ريتيننج وول، وادرس سلايدنج واوفر تيرنينج وستريسز. لو انت عايز ترجع للجزء ده ترجع للسنه اللي فاتت اللي هو انا شارح ده بالتفصيل في السنه اللي فاتت. يبقى انت عندك بس عشان تبقى فاهم، انا اشوف الميه الحاله الماكسيمم بالنسبه لي. لا يا باشمهندس مش عايز ادرس الحاله الماكسيمم، انا عايزك تدرس لي الحاله بتاع الصيانه بس كمان. اه، فانت حاله الصيانه هيبقى هنا في ميه وهنا ما فيش ميه، فيبقى عندك هنا قوه مؤثره، ويبقى عندك الاوزان وزنين بس كمان، الوزن ده والوزن ده، تروح تدرس لي سلايدنج تشوف ايتا في السيجما الدبليو على الاف دي، لو طلعت اكبر من 1.5 سيف، اقل من 1.5 ان سيف. بعد كده الاوفر تيرنينج نقطه الدوران اهي، فدول عايزين يعملوا ستابيليتي وده عايز يعمل دوران، هتجيب الام ستابيليتي والام دوران وتشوف الالتزام بتاعهم. تشيك ستريسز عندك الاثنين دول هيدخلوا في الاعتبار، وتقوم جايب لي اف 1 واف 2 هتقارنهم بكام كمان؟ هتقارنهم بال 40، فعشان كده كده هتلاقي الستريسز غصب عنك بتبقى سيف. لحد هنا يا باشمهندس انا خلصت معاك كل التشيكات اللي انت رسمناه، ابليفت، اكزوت جريدينت، بايبنج، هيفنج، سلايدنج، اوفر تيرنينج، ستريسز، سكارنج. طيب يا باشمهندس هو انا اصلا المنشأ هيبقى عندي جيفن؟ لا يا باشمهندسين، المفروض ان انت اللي بتصمم، فانا هفرض ابعاد واشيك عليها. انا ليه بعد ما خلصت ده معاك كان المفروض اشرح البركوليشن، بس انا هخلي البركوليشن بتاع بلاي ولين في سيكل لوحدهم ورسمه الابليفت بتاعهم في سيكل لوحدهم عشان يبقى الموضوع واضح وسهل. انا بحاول ابسط لك الدنيا ما عقدتهاش. طب يا هندسه تمام، انت قلت لي ان انا عندي ايه بقى؟ ان انا عندي عايز افرض ابعاد للمنشأ. والله يا باشمهندس اللي انا فاهمه ان انا عندي هنا لو انا جيت ارسم الابليفت كده، تعال نشوف رسمه الابليفت عشان على اساسها هنبدا نتخيل رسمه الابعاد. والله يا هندسه انا عندي هنا في ميه بتقاوم وفي وزن بيقاوم وفي ابليفت من تحت لفوق. طيب ما الابليفت ده عباره عن ميه بس، ده جمل ووتر اكبر ولا جمل الماتيريال؟ لا ده جمل ماتيريال، يبقى المكان ده غالبا سيف. طيب هنا ما عنديش ووتر، فانا عندي جاما ام بس، فانا اقلق، فالمكان ده مش عارف سيف ولا ان سيف. انما هنا لا، ده هنا المكان مختلف تماما، ده هنا عندي هنا بس ولكن انا عندي ابليفت كبير جدا، فدي مشكله عندي، فالمكان ده مشكله عندي.
طيب في الاخر لا باشمهندس، ده الابعاد عماله ايه؟ الابليفت عمال بيقل فتاثيره بيقل. فيبقى انت يا باشمهندس قلت لي ان انا عندي المكان ده ما فيهوش مشكله، لكن المكان ده فيه مشكله، والمكان الاخير ده ما فيهوش مشكله. يبقى شكل البعد المتخيل لو انا عايز اعمل ابعاد، افرض ابعاد، هتقول لي ان انا ممكن هنا اصغر الابعاد السيكنس واكبرها هنا واصغرها هنا، او اخدها قاعده واحده. في اشكال كتير جدا، بص انا اوريك اشكال دلوقتي، اشكال كتيره جدا للهدار وبراحتك. يعني ده شكل، دي مساله احلها لكم بالتفصيل باذن الله. لا ده شكل تاني، ده خد بالك المايه كانت موجوده، شوف كان مديله هنا ميه، فعشان الاتش نت هتختلف طبعا. ده كانت اللي هي التشيكات بتاعكم، قلت لك هتاخد الجزء اللي فوق وتشتغل عليه بس، فتلاقي الموضوع سهل جدا. انا عايز بس اشوف الاشكال اللي انا هفرضها لكم. اهو ده شكل يا باشمهندس، اول شكل اهو، وده اللي انا هشتغل عليه على فكره. تاني شكل اهو، تالت شكل اهو، ده كله صح؟ ما لا نهايه من الاشكال، اشكال كتير جدا. انا قلت لك هو في الاخر عايز ايه؟ هو في الاخر عايز يسيف الحاجات اللي هو قال عليها دي. طيب يا باشمهندس، هو انا لما بتني القعده كده، اللي هو انا اقعد ادرج في القعده، ما انا عندي مشكله، ما انا الابليفت بقى شكله صعب. يا حبيبي انت عندك مشكله في حاجه اسمها البركوليشن لينس، اللي انا قلت لك هنتكلم عليه المره اللي فاتت، اللي هو طول التسريب. طول التسريب ده انا عندي طول لازم اعديه، طول التسريب ده الحد الادنى ان هيسبب لي مشاكل، فانا لازم اكون اكبر منه. فانا بدرج في القعده عشان كمان اكبر في طول التسريب ده. خد بالك البركوليشن لينس ده هو الطول الملاصق للقعده، يعني انت فاهم، انت عمال تمشي اهو، ده كده اللي هو البركوليشن لينس بالنسبه لك. فكل ما بكبر التجاعيد كل ما بكبر القعده. انا عايز اقول لك ان انا ممكن اضطر احط شيت بايل، وهنتكلم عليه بالتفصيل المره الجايه. يبقى الشكل اللي انت هتفرضه يا باشمهندس هتقول لي كده، انا عندي ثلاث حتت. ايه الحته الاولانيه؟ الحته الاولانيه دي هنسميها داون ستريم، اللي هو اب ستريم ابرون، والحته اللي هي اللي في النص دي هنسميها الوير بودي، والحته الاخيره دي هنسميها الاب ستريم ابرون. ده الاب ستريم وده الداون ستريم، اسف. يبقى دي اب ستريم ابرون، ده الوير بودي، وده الداون ستريم ابرون، تمام؟ تعال نتكلم على الاطوال الافقيه، بعد كده نتكلم على الاطوال الراسيه. الاطوال الافقيه يا باشمهندس هنسمي ده كده ال، اهي هنسمي ده ال واحد. ال واحد ده هندسه من 3 ل 5 متر. طيب ال اتنين بيقول لك ده اسمه الوير لينس، بيعتمد على ايه؟ على نوع اللي هو تايب اوف وير. انا اتكلمت المره اللي فاتت وده كان عندي فيوم وير وعندي ستاندنج ويف وير، والطولين مختلفين، بس غالبا بيفترض ان ده نص او واحد وده من اتنين لواحد، فانت منه تقدر تحسب ال اتنين. السكارنج او ال تلاته ده بتاع السكارنج انا ما اعرفوش هندسه، انا هسميه ال اس واروح اشيكه من الابعاد والمساله. طيب مبدئيا افرضه من 15 ل 20 متر، يعني هتلاقيني حتى في الابعاد في السكشن هتلاقيني كنت فرضه كام؟ 9 1 9 يعني حوالي 20 متر، او 9 1 9 1 يعني حوالي 20 متر. انت مبدئيا افرضه من 15 ل 20 متر. طب يا باشمهندس طلع ان سيف، هنكبر، انا كده كده هنكبر. يبقى كده الابعاد الافقيه، الابعاد الافقيه ال 1 ال 2 ال 3. تعال نشوف الابعاد الرأسيه. والله يا هندسه انت قلت لي ان انا ما عنديش هنا مشكله قوي، ليه؟ لان هنا عندي خرسانه وعندي ميه بيقاوم الابليفت، فهنا بيصغر القطاع. انا بس عشان الابعاد تبقى واضحه هتلاقيه بيصغر القطاع في الاول وفي الاخر. طيب ليه في النهايه دي ما يصغرش القطاع؟ لازم تسال نفسك، هقول لك دلوقتي. تعال نشوف اللي هو بيسموه تراديشنال، اللي هو الهضاره التراديشنال اللي قدامك ده، اللي هو هيصغر البعد في الاول وفي الاخر وهيكبر الابعاد بينه. بيقول لك ان التي واحد في الابعاد دي بتبقى من نص لواحد متر، وبيجي من نهايه اللي هو الهضار ويعمل زاويه 45. التي 2 من واحد ل 2 متر، ليه قانون؟ ليه قانون كي جذر اتش ماكسيمم، والكي من 8 من 10 ل 1 و2 بناخدها بواحد. يبقى التي 2 جذر اتش ماكسيمم على طول اللي انت حاسبها، طلعت مثلا اتش ماكسيمم ب 4، يبقى التي 2 دي هتلاقيها 2 وهي غالبا ما بتزيدش عن 4. التي 3 بيقول لك داله في التي 2 او ممكن ناخدها زي التي 1، فالتي 3 ممكن اخدها من 8 من نص ل 7 من 10 التي 2 او اخدها زي التي 1. ده بيسموه الهضار التراديشنال. يا هندسه انت عندك مشكله كبيره جدا ما خدتش بالك منها، انا عايز هنا ايه؟ انا عايز هنا سيف بايبنج وهيفنج، فانا محتاج ان انا اكبر هنا البعد شويه، فبيقوم رايح للهضار الان تراديشنال اللي هو يجي هنا ويقول لك خلاص ادي التي 1
ادي التي 2 ادي الدي 3 واجي عند التي 4 قبل متر واحد من النهايه واقوم واخد البعد الكبير ده. طب يا باشمهندس المسافه دي، ما انت قلت لي كده خلاص انا عرفت دي من زاويه 45 هنزل، يبقى انا كده حددت البدايه وده ميل واحد لواحد، ما عنديش مشكله، حتى هتلاقي هنا متر وهنا متر. خلاص انا عرفت ان تي 1 ده ال 1 من 3 ل 5 متر، وان ده من 45 هاجي هنا، يبقى المفروض ده يبقى 2 مثلا، لو قلت ده سمكه 2 يبقى 2 و2، واقوم طالع من هنا اللي هو ميل 45 درجه، او اطلع راسي على فكره، مفيش حد يقدر يقول لي انت بتعمل ايه يا باشمهندس، الاثنين صح، بس انا غالبا بخليه مايل عشان اكبر البركوليشن لينس هندسه، يبقى انا بخليه مايل عشان اكبر البركوليشن لينس واسيف مع الوقت يعني. ما انت كل ما تاخد الميل هيبقى انت عندك من فيثاغورس. طب يا باشمهندس التي 2 ده امشي بيه مسافه قد ايه؟ بيقول لك والله احنا هنمشي بالتي 2، على فكره ده كله امبيريكال يعني، ما فيش قانون بيقول الكلام ده، مسافه نص ال سكورنج، بمعنى ان ال سكورنج عندك حوالي 19 او 20 متر يا باشمهندس، فانت امشي لي بيها من 9 ل 10 متر، فهتلاقي هنا مشى بالتي 2 كام؟ مسافه 9 متر، وقام طالع وقام مقلل السمك. طيب هو ليه ما مشاش بيها من الاول للاخر؟ لان انت عندك مشكله ثانيه هتظهر لك. يعني لو افترضت ان انا مشيت من الاول للاخر يا باشمهندس، اول حاجه انا كلفت زياده، تاني حاجه في الاوفر ستريسز انا مزود الاوزان جدا. هتقول لي ما هي هتسيف ابليفت، ماشي يا حبيبي ما هتسيف ابليفت، بس في نفس الوقت عندك مشكله في الاوفر ستريسز، فعشان كده انا بحل المشاكل دي بان اصغر السمك هنا شويه. يبقى انت عندك الشكل اللي قدامك ده الشكل التراديشنال اللي انا بفرضه في الهضار. يبقى الهضار لو جالك مساله عاديه جدا من الصفر، انت اللي بتفرض شكل الهضار زي ما انت شايف كده. عرض الهضار يا باشمهندس، عرض الهضار انت اللي بتفرضه، الكريست انت اللي بتحسبه، منسوب القاع وهنا لا انت اللي بتفرضهم، ده سهل جدا وده ميزه بالنسبه لك، لان انت عندك هتخلي هنا مفيش اي ميول او خي اي هبوط في القاع، فيبقى هنا زي هنا، فيبقى الموضوع سهل، يبقى انت عندك الرسمه منتظمه. بس لما تيجي ترسم الابليفت خد بالك يبقى عندك كام نقطه في القطاع، 1 2 3 4، خد بالك انا حاطط هنا شيب بايل، بس بعدين هقول لك الشيب بايل بيتحط ازاي بناء على البركليشن لما ندرسه مع بعض، 5 6 7 8 9 10 11 12، بقى عندي 12 نقطه لازم تدرس عليهم. طيب في اشكال ثانيه يا جماعه للهضارات؟ اه الشكل اللي قدامك ده شكل الهضار صح؟ اه صح. الشكل اللي قدامك ده شكل الهضار صح؟ اه صح. ده مظبوط وده مظبوط وده مظبوط، وهتلاقي في مسائل على ده انا بعتها لكم. فبقى انت عندك ده كله مظبوط. الفكره ان انت في الاخر زي ما قلت لك انك تشيك لي كل الحاجات اللي انا قلتها، يعني تشيك لي ابليفت يبقى سيف، وتشيك لي سكورنج يبقى سيف، وتشيك لي ثيكنس يبقى سيف، اكزويد جريدينت بايبنج وهيفنج يبقى سيف. ده كله انا محتاج ان هو يكون سيف، السيبل ستارج اللي محتاج تقول يبقى سيف، فانا محتاج دول كلهم. لو انت سيفت لي ده كله فانا اقول لك يا جماعه السلام عليكم، انت تمام وزي الفل والمنشأ بتاعك زي الفل. ما سيفتهمش يبقى انت عندك مشكله. اتمنى يكون النهارده السكشن واضح، ان شاء الله مع بعض المره الجايه هيبقى بلاي ولين، وهحل المساله معاكم من A to Z من الاول للاخر، ويبقى كده قفلنا الهضار، وكل سنه وانتم طيبين في الهضار ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.